تفتكر هيجي يا عبد حميد؟ تلاقيش يا زينب، سليم جاي 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 عشان يطمن على النجع وعلى المخازن. اما بقى موضوع العزا ده فهو زي ما تقولي كده واخده حجه. طول عمره ديب حويط دماغ مع نفسه كده يا ابوي، ادينا قاعدين مستنيين طلته البهيه. فضيها سيره انت بس يا عمتي، وبعدين انت صغير على القصه اللي انت عاملاها دي. ايه ضرت انت يا واد ولا ايه؟ ملك ومالي؟ طول ما انت مقصره في الكلام ربنا بيسترها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحب. وحشتني قوي يا عم. قسما بالله لو ما كنت وحشني لكنت كسرت دماغك. بس مش وقته، لينا كلام بعدين. اتفضل يا عم. ازيك يا عبد الحميد؟ اهلا يا سليم، نورت النجع. منور باللي فيه. ازيك يا عم سليم؟ اهلا اهلا. ازيك يا عائشه؟ بخير. ازيك يا عمار؟ ازيك يا ست رؤية؟ ازيك يا وائل؟ اتفضل اقعد يا سليم. ويا ترى بقى ايه اللي فكرك بينا يا سليم؟ جاي اعمل الواجب واعزي مسعد المحمدي في عمه. الواجب اللي انت ما عرفتيش تعمليه يا زينب. ولا يكونش عشان خاطر ما بتحبيش تمشي في جنازة ال ايه؟ بتشك فيا يا سليم ولا ايه؟ والله يا زينب انا دايما بدعي ربنا انه يخيب ظني فيكي، بس للاسف ما بيخيبش. مش فارقه يعني، انت بقى عاوز تفهمنا ان سليم العطار يهز طوله ويجي عشان يقوم بالواجب وبس؟ امال واحنا مش اهل ولا ايه؟ ضحكتني. من متى؟ من ساعه ما وعينا على الدنيا، ده حتى الدم يشهد. ومين بقى اللي باع الدم يا سليم بيه؟ ما بلاش نقول مين اللي باع الدم يا عبد الحميد، ما انت عارف. وبعدين انا لو اتكلمت هتطلعوا محقوقين في حاجات كتير، اولها انكم حطيتوا ايديكم في ايدين سيف العزازي. لا افتكر كويس، احنا جينا لكم انتم الاول وقلت لنا سعيكم مشكور، ان كنت انت ولا الست جيهان الفخراني. انت كنت جاية في موت يا زينة. وانت يا سليم بيه، انت جاي النهاردة هنا ليه؟ انا جاي قاصد خير يا عبد الحميد، جاي افتح صفحة جديدة. وبعدين انا ما جيتش غير لما كل واحد فيكم ده السم اللي في عسل سيف العزازي. الله اكبر. قول بقى يا سليم انت جاي ليه؟ انت جاي تشمت فينا يا حبيبي؟ بس يا زينب، بس حتى لو كنا خسرنا مع سيف العزازي فده مش معناه ابدا ان احنا هنرجع لحضنك تاني. بعدين خسارتنا مع سيف هنعرف نعوضها كويس قوي. وبعدين يعني ما تنساش يا ابن عمي انه نالك من سيف العزازي جانب. بقى دي اخرتها برضو، هنقف نعاير بعض عشان خسارتنا؟ ومن مين؟ من واحد كان في يوم من الايام من رجالتنا؟ انت السبب كل الحكاوي اللي بتجرى دي، انت اللي بدأتها يا سليم. خلاص يا ستي، اذا كنت انا اللي بديت كل الحكاوي اديني جاي اهو عشان انهيها. هنتفاهم مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، ولا كل واحد هياخد بعضه ويمشي في سكة؟ انا خلاص كل الكلام اللي عندي خلص، هسيب الكلام مع عبد حميد اخوي، واللي هيقوله هو اللي هيمشي. ماشي، قول يا عبد الحميد يا عطار. شوف يا سليم يا حبيبي، انت في الاول تلم عيالك
عيال زين، وبعد كده يمكن نعرف نقعد نتكلم مع بعض. ما يصحش الكلام ده يا عبد الحميد بيه، وانت بزيادك يا عمتي. خلص الكلام يا سليم، وها عبد الحميد جاب لك الفريدة. وماله يا زينب؟ ماشي يا عبد الحميد، اديني انا اهو جيت لغاية عندكم اهو يا اولاد عمي، وانتوا اللي رفضتوا. ما تنسوش بقى لما القعدة دي تتكرر تاني وانتوا واقعين، وساعتها هتمدوا ايديكوا ليا وانتوا بتغرقوا. لا قدر الله. بنت يا رواية، خش لم حاجتك ويلا مع جوزك. ايوه يا عمي. بس بلا عمي بلا زفت، انا مش ناقص لعب عيال. قضي الامر. عمار قوم حب على راس مراتك وراضي هواتها. حاضر يا بابا. متشكرين على واجب الضيافة. أؤمر. فارس. أيوة يا عم. تعا معايا عايزك. حاضر. حاجة عليا. ربنا يهدي سركم. ارجعي بيت جوزك يا رجية، وانت خلي بالك منها، انتوا مالكوش غير بعض. حاضر حاضر. هاي يما، ايه قولك؟ روحي يا رجية مع جوزك، وانت يا عمار اياك تزعلها مرة تانية ولا تمد يدك عليها. انا بقول لك اه، بيت امها مفتوح لها لاخر العمر. طب يلا بينا عشان نوضب الشنط. يلا. قاعد بتعمل ايه جنبي يا عبد الحميد؟ روح ورا ابنك. فارس عيل صغير وسليم هيلين دماغه وممكن ياخده معاه. قوم جيبه. يا زينب اهمدي بقى يا زينب، ابوس ايدك. يعني انا دلوقتي لو رحت ورا فارس وقلت له ما تروحش مع سليم وارجع، هيرجع؟ يا اخي ده يهدي. معاك حق، هو عيل واطي زي اللي جابوه. انا عارفاه يا اختي. قطع لسان يا اخويا والنبي. مقصود مقصودكش. معلش يا عبده معلش. صباح الخير يا ياسمين. هنا هو انا مش بقول لك يا ايمن، بس انا يا سيدي ما بحبش الالقاب. بلاش بقى هانم والكلام ده. عشان انت هانم فعلا، بغض النظر عن اسم العيله والقصر حسب والنسب. احنا كنا محتاجين نبتدي ننفذ القرارات اللي خدناها. ممكن اعزمك على الغدا؟ ممكن نحدد الميزانيه. شوف الميعاد والمكان اللي يناسبك ونتكلم في الموضوع اللي انت حابه تتكلمي فيه واحنا بنتغدى. ممكن تهدي بقى؟ انت ليه مصر تقنعني يا حازم ان انا زعلانه وانك لازم تصالحي؟ على فكرة الموضوع بعيد خالص عن جو الزعل والصلح وشغل العيال ده. شغل عيال؟ أنا آسفة يا حازم، بس أنت اللي أصرت إني أحكي لك عن إحساسي من موقف جيهان هنا. طب ما أنا عشان ما تبقيش زعلانة بحاول أفهمك إنها ما كانش قصدها اللي أنت فهمتيه. لا بس أنت لازم تفهم إني عمري ما هسمح لنفسي ولا هسمح لك إن أكون علاقتي المرحلة اللي لما تقعد مع أصحابك تقعد تفتكرني وتقول الله كانت بنت جميلة وجدع، ولا أنا لما أفتكرك أبص على صورك وأقول يا ريتني كنت معاك. شمس انت مقفره الموضوع ليه؟ عشان انا زي اي بنت لما تتحط في الموقف ده يا حازم. في بنت عادي بتعدي وتقول انا هبتدي اصلح الموضوع، وفي بنت بتواجه، وانا بقى البنت اللي بتواجه يا حازم. طيب ممكن تعتبري اللي حصل ده ما حصلش خالص؟ اللي هو ازاي؟ شمس يعني انا مش عايزه ابقى بزعلك او بضايقك يعني، بس انت شايفه ان الموضوع كبير قوي كده؟ والله الموضوع صغير. عشان انت شايف ان انا سبب المشكله يا حازم، بس انا مش سبب المشكله. ده رد فعل على فكره مش اكتر. طيب ممكن تساعديني احلها من الطرف الثاني؟ حاضر. ممكن بقى وانت بتساعديني تبقي بتتغدي معايا؟ ماشي ماشي.
ممكن بقى تفردي وشك؟ حاضر. امال ايه بس قصيره وبتاكلي اكلي كله؟ حاجه يعني رهيبه. ماشي. ماشي ايه؟ مشهش في ركبك. عسف يعني جاي اقول لك اني ما بريدك تنظر مني لاخوك الصغير، جاي ابارك لك على عرسك. مبارك عرسك يا اخوي، مبارك. انا غلطان لكن ودي تفهم اني ماني عشقان مغرومه ولا شيء من هذا الخراف. هذه قصه قديمه وراحت الحالة. صدق يا اخوي؟ صدق الصدق. أنا بس تعصبت لما قلت لي إني بحبها وهذا كلام منه صحيح. خير. خير سلام لك وإلها وإلنا كمان. ربي يجيب الخير. تعال حكت إحدى نضيف يا عريس. يلا أبو رجال.